السلام عليكم ورحمة الله. ايه سبب ظهور عادم او دخان اسود من الموتوسيكل؟ السؤال ده في اخ محترم بعته لي على الواتس وقال لي لو سمحت محتاج فيديو عن الدخان الاسود وسببه. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن الوان وانواع الدخان الخارج من شكمان الموتوسيكل، تمام؟ ابيض او ابيض مائل للزرقاء او ازرق او اسود. النهارده السؤال عن الدخان السوداء، لما تيجي تزود او تلف بقرة البنزين الشبان يطلع دخان اسود زي ما حضرتك شايف في الفيديو، تمام؟ اللي انت شايفه في الفيديو ده دخان اسود. اسود يعني حرق بنزين. الدخان بصفة عامة وجود سائل على رأس البستر. البستر او الكوباية بتاعت البستر او البستون اللي هو في السلندر في غرفة الاحتراق، المفروض ما يكونش فوق راس السلندر ده، البستن ده حاجه خالص، اي سوائل. داخل مجموعه الاحتراق او مجموعه السائل اللي هو البنزين والهواء، ده رذاذ مش سائل، داخل رذاذ بنزين، وكل ما يكون تفتت جزيئات البنزين في غرفه الاحتراق اعلى بيكون الاحتراق اكمل وأكفى، تمام؟ فلما بيدخل سائل لغرفة الاحتراق اللي هي البستن طالع فيها، بيخرج هذا السائل من النار اللي جوه غرفة الحريق، بيخرج على هيئة عادم، وبناء على نوع السائل بيطلع لون العادم من الشكمان. الدخان الأسود ناتج عن احتراق البنزين السائل داخل غرفة الاحتراق. طيب ده سببه ايه؟ يعني ازاي سائل البنزين بيدخل جوه؟ ده بيدخل من خلال الكربراتير. معروف ان غرفه الاحتراق وصلت كربراتير ثم الكربراتير. الكربراتير جاي سائل البنزين منين؟ حنفيه التانك والتانك بتاع البنزين. هل له علاقه التانك والحنفيه والفلتر؟ لا. يبقى العلاقه فين؟ العلاقه ممكن تكون في الكربراتير نفسه، يكون ضبط الهواء مش مظبوط، او بكات الكربراتير مش مظبوطه، او الكربراتير نفسه تالف، او تكين السحب مش مظبوط، تمام كده؟ يبقى انا عندي فيه مشكله. بل ممكن يكون حاجه بسيطه جدا هي اللي عامله المشكله كلها. زي ايه؟ الكربراتير سليم، غرفه الاحتراق سليمه، الاتجاهات مظبوطه، كل شيء ماشي زي الفل، ولكن الشفاط بتاع الكربراتير مرفوع للنص او لفوق. فالكربراتير الشفاط لما يكون مرفوع انت بتقفل الهواء اللي داخل لغرفة الاحتراق، الهواء اللي بيغذي الخليط اللي داخل غرفة الاحتراق عشان يحترق، بيسبب الاحتراق. فالهواء لما بيقل بتجبر شفط الخليط ان هو يشفط سائل اكتر من الهواء. ففي الحالة ديت بيطلع لك دخان اسود، ولذلك لو انت رفعت الشفاط والموتوسيكل بتاعك زيرو هيدخن اسود. اي موتوسيكل كده وهيقطع معاك، انت قفلت الهواء بتاعه. طيب الشفاط لتحت، انا عندي الشفاط اللي هو الدراع الاسود بتاع الكربراتير اللي حضرتك شايفه ده اللي تحت وكل حاجه تمام، بس بيدخن اسود. هقول لك ممكن يكون انت كانت مظبوطه، الكربراتير مظبوط لسه زيرو، الشفاط ده ومع ذلك تدخن اسود. طب ايه السبب؟ هقول لك الفلتر. الفلتر بتاع الكربراتير بتاع الموتوسيكل الهوايه اللي هي متوصله او مربوطه في الكربراتير بس من الناحيه الثانيه، الكربراتير كده من قدام في وسط الكربراتير في الموتور في غرفه الحريق، من الناحيه الثانيه راكب فيها فلتر عشان تنقيه الهواء اللي داخله لغرفه الحريق، تمام كده؟ الفلتر ده لو مكتوم او مقفول او في رواسب يسبب دخان اسود. ليه؟ لان نفس الموضوع كانك رافع الشفاط، ما هو قافل سحب الهواء، فبتضطر ان كده البستم وهو نازل بيسحب، يعني هو نازل كده زي السرنجه كده هتسحب هواء. طب سحبت ما لقتش هواء، بتسحب اللي موجود في مكان السحب فبتاخد سائل البنزين، تمام؟ يبقى رقم واحد سبب ظهور الدخان الاسود هو احتراق سائل البنزين في غرفه الاحتراق على راس البستر، تمام كده؟ مما ينتج هذا الاحتراق اما كربراتير او تلف في الكربراتير او في اجزاء الكربراتير او ضبط في الهواء، تمام؟ او الشفاط او الفلتر مكتوب. اذا سببه خلل في الهواء في ضبط
نسبه الهواء اللي داخله فهي قليله فبيسحب بنزين اكتر منها. المفروض نسبه الهواء للبنزين الافضل والامثل للاحتراق 14.7 هواء لواحد جزيء بنزين. تمام كده؟ 14.7 هواء واحد جزيء بنزين. النسبه دي لو ما نفعش السيستم يسحبها وقلت ل 10 ل 9 بياخد مكانها بنزين. فالبنزين بدل ما يدخل رذاذ بنزين، ودي مهمه الكربوراتير ان هو يدخل رذاذ جوه مفتت، لا بيدخل سائل. السائل ده بيعمل ايه؟ بيتحرق من النار اللي طالعه في غرفه الاحتراق، بيطلع هيئه دخان عادي. تمام؟ علاجه ايه؟ علاجه اما اول حاجه بنشوف زي ما اتعودت انت على الدوره بتاعتي او القناه بتاعتي اللي هي الثانيه قناه عياده الموتوسيكلات، ان احنا بنشوف الاسهل فالاسهل عشان التكاليف والمصاريف. اول حاجه بنشوف الفلتر. نظف الفلتر كويس جدا. الفلتر له معاه صيانه دوريه. اما بالنظافه او بالتغيير السفنجه او الورق. نظفنا الفلتر، بتشوف الشفاط. ثلاثه يبقى الشفاط والفلتر. ثلاثه بتفك الكربتير تنظفه. نظافه كامله. برضه موجود لها فيديو على قناه عياده الموتوسيكلات. ثم تظبط تكهات. ظبطنا تكهات، نظفنا الفلتر، نظفنا كل حاجه. كده كل حاجه معاك، تمام؟ تكهات، كربتير، فلتر، الدخان اتبعت. كده احنا منعنا الدخان الاسود من الظهور في الموتوسيكل بتاعك. اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات، ما تنساش الاعجاب والاشتراك في القناه. واي حاجه تتمناها ادخل لفلافل في القناه هتلاقيها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.